حمراء. سمعت جا دار ميداب بغل زايله خلاص. نعم الدين باباك الحلو. وجد ثلاثة أشخاص من بينهم قاصرين حذرون من المنطقة إضافة إلى حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء مهيئة للاستهلاك البشري. بعد التنسيق مع البيطرة تبين أنها تعود للبغال والأحمرة أكرمكم الله. تم الحزن. نتعجبني غير أكرمكم الله. تقول أكرمكم الله لا والو. داب ياكل في داب، على واش تقول اكرمكم الله؟ يا بغل يا جدارمي يا نقش يا فايح، علاش تقول اكرمكم الله؟ هيا فهمني مع من قاعد تهضر. القناه هذيك القناه قنوات الزيكو ولاد 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 العاهرات كامل مول القنوات كذا كاينه هذه الوطنيه والنيوز والعشيه والنهار، هذو القنوات قنوات العرايه، علاش تقول انت اكرمكم الله؟ لمن اكرمكم الله؟ لمن انت داب والقنوات الدواب ولقيتوا اللحم تاع الدواب واللي رايحين ياكلوا اللحم هذاك دواب، لماذا كلمه اكرمكم الله؟ انا ما فهمتش علاه تقول في باباها. اه تاي مغربي تاي بابا 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 نار حمراء في ليبيا نار نار. يما ذاك تاي يما تايب بن الشيبة والنعناع يا بابا تايب أكرمكم الله. قلكم أكرمكم الله، نعرف لي من أكرمكم الله هذي. الحمراء مهيئة للاستهلاك البشري إيه؟ بعد التنسيق مع البيطرة تبين أنها تعود للبغال والأحمرة أكرمكم الله. تم الحجز النهائي لهذه المواد وتم فتح تحقيق كذلك وسيتم تقديم الاطراف امام الجهات القضائيه المختصه فور الانتهاء من ذلك. المعلومات الوارده لفرق الدرك الوطني والتي من خلالها تم تبليغ على وجود مذبح غير شرعي للحوم الحمراء، قمنا اثر دعوه من طرف الدرك الوطني بالانتقال الى عين المكان لاشتباه ان هناك لحوم حمراء تشتبه في انها من جنس الحمير. من الجنس الله طيب. قال لك لحوم حمراء من الجنس الله طيب. دين الرب هذه حكومة هذه، إذا نظام هذا نظام والله. وما حبوش يقول لكم بلاصة، ما حبوش يقولوا وين بلاصة. قول برك ابعث لي في الواتساب قول لي وين بلاصة لقيتوا الحمرة، قول لي وين لقيتوا الحمرة مذبوحين، ابعث لي برك، يبعث لي أخوك أنا صحيفك طهار يبعث لي. يما العزيزة يما كارثة، والله لا كارثة، كارثة حقيقية يا اسم. رمضان كريم، رمضان يعود علينا بالخيرات باللحوم الحمراء لحوم الحمير. رمضان 2023 فيه البصل ب30,000. رمضان شكرا أختي العزيزة. رمضان 2023 اللحوم الحمراء تاع الدواب اغلى من لحوم الجاموس. هذه يعني احسن يعني، والله يا خاوتي والله يعني نصيحه للحمره هذه. ما كمش خاوتي يا الحمره على خاطر الدواب، انتم لستم من فصيله البشر، كلوا اللحم تاع الدواب. هذا اللي عايط جدرميه ورخيص، اللحم تاع الدواب اقسم بالله خير من تاع الجاموس هذاك اللي جابوا لك، اللي جابوه لكم تبون اللي ترافسوا عليه الكلاب هذا، اقسم بالله خير من اللحم اللي جايب لكم تبون من البرازيل. غير كولوا لحم الحمير، سمي بسم الله لا عاد حرام، سمي بسم الله سيصبح حلال، سهل خلاص. هذا واش تقدر تدير؟ شكرا اخي الفتى ربي يحفظك. علاش؟ على خاطر من الجزائر ليست مسلمه، والله يا خوتي لا علاقه لنا بدين الاسلام، على خاطر الاسلام لازم يعاود يدير فتوحات من جديد ويوصل الجزائر من جديد. علاش؟ لماذا هذا السؤال؟ تقول تا انت كافر وانت كذا وانت، انا نقول لكم علاش. على خاطر من يقود من 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 يتكلم باسم الاسلام هم ائمه، هم ائمه لا علاقه لهم بالاسلام، مجرد سفهاء، مجرد سفهاء، ائمه ولاد الحرام حقيقيين. الامام هذاك ملقط، ملقط هذاك
عندي فيديو تاعو كي راح انتخب في 2019 في ديسمبر 2019، علم من راح انتخب على نظام العرايه، هذا النظام هذا اللي راه يظلم في الناس، اللي راه يظلم في الناس في الابرياء، اللي راه راه يسجن. شكرا خويا موس، ربي يحفظك. يسجن 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 في الزواوله، في يعري في النساء ويغتصب في الاولاد الصغار. الامام هذا فوطا على تبون، فوطا على تبون، زكاره في من؟ زكاره في كل رجل حر، هو اللي يقول فيها بالفيديو. بالفيديو في 2019 امام ملقط هذاك الخانز بوترمين هذاك. ها في هذا اليوم المبارك طيب الذي تضرب فيه الجزائر موعدا للحفاظ على مكانتها وسمعتها الدولية ولدرء الفتنة ولدرء الجزائر للحفاظ على سمعتها. محسوب الجزائر عندها سمعة، الجزائر هي في ذيل الأمم، يعني راهي في الترمة تاع العالم. على بكم أين تقع الجزائر؟ في الترمة، في الزق تاع العالم. البصلة بثلاثين ألف، المرأة تتعرى فيها والولاد والولاد صغار يغتصبوهم فيها، البنان بسبعين ألف، واحد ما يقدر يأكل بنان. أبسط 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 الحياة الكريمة ما كانش في الجزائر. وهذا النقش، هذا الإمام الزامل هذا يدافع على هذا النظام القاتل. اسمعوا ماذا يقول. التدخل الأجنبي، اسمعوا ماذا يقول. هذا اليوم المبارك، يوم مبارك الذي تضرب فيه اليوم المبارك، يوم الانتخابات، يوم التي ثبت فيه ثبتت فيه نظام الدكتاتورية، نظام الظلم ونظام الحقرة. هذا راه يبارك فيه، قال لك إنه ليوم مبارك، يعني 12/12/2019 يوم انتخب شكون؟ الزيلة راجل الزهرة الفايحة وهو تبون، هذا الخانز ملقط. اسمعوا وش يقول. الجزائر موعدا للحفاظ على مكانتها وسمعتها الدولية ولدرء. بالله عليكم الجزائر عندها سمعة دولية؟ والله نقولوا لي بركاي، شكون اللي يعرف رب الجزائر؟ قولوا لي يا خاوتي شكون اللي يعرف الجزائر في العالم؟ والله واحد لا يعرفها، اقسم بالله لا يعرفها احد. الجزائر ماشي معروفه خلاص، واحد لا يعرف ربها، واحد لا يعرفها. اين تقع الجزائر؟ علاش ما نصنعوا والو؟ ما عندنا والو، عندنا غير الكاله النفا والبزاق. بعد يروح عند رئيس البلديه ويحكم هذيك النفا ويمسحها في الحيوط. نعم هذا هذه الثقافة الجزائرية اللي كاين. واش كاين؟ هيا قولوا لي واش كاين؟ قولوا لي واش من كرامة كاينة في الجزائر؟ هالنظام الجنرالات هذوك كاش ما خلاو كرامة في الجزائر كي يستحفظ بها تبون هذا وأمثاله؟ قال لك للاحتفاظ بكرامة الجزائر. هل توجد، هل للجزائر كرامة؟ هل للجزائر تاريخ؟ هل للجزائر كاش ما خلاو الجنرالات العراية هذوك كاش ما خلاو للجزائر؟ قولوا لي برك كيش ما عندها كرامة؟ هذا الإمام المخنز الفايح الكل. هذا اليوم المبارك طيب الذي تضرب فيه الجزائر موعدا للحفاظ على مكانتها وسمعتها الدولية ولدرء الفتنة ولدرء التدخل الأجنبي صحيح ولدرء خوض الأمم في شؤوننا الداخلية، نبين لكل الأمم بأن مشاكلنا تحل بيننا وبأننا نحن الذين نقرر مصيرنا ونقرر من يسير شؤوننا ونحل مشاكلنا بيدينا بأيدينا وبفكرنا وبين قال لك نحن نحل مشاكلنا بأيدينا. بترميك، تعرف شو بترميك؟ بترميك تحل المشاكل يا بو الترميم، ترميك تحل المشاكل تاع الجزائر يا بو قاع يا بو ترمى، انت تحل المشاكل تاع الجزائر تا فرنسا هي الشيكور، ماكرون هو الشيكور تاع الجزائر، ماكرون هو الشيكور تاع الجزائر. والشؤون الجزائرية يتدخل فيها ويأمر فيها الأمر الناهي في الجزائر هو ماكرون. يا بغل يا بو الترمين يا بو الخدود يا كذاب يا اللي تقول القط تاعي ويا تقول القط باللي القط جاء نزل من السماء. يخي القط تاعك يا زبي، يخي القط تباتا وياه في المايضة، استغفر الله يا ربي بالكش حتى راك تجمع فيه هذاك القط. علاه تكذب؟ علاه تكذب؟ علاه تكذب؟ انت القط هذاك تبات تضرب له فيها مسكين، علاش
كاش انا جامي شد قط باس راجل، انت كون ما ولفتوش، كون ما ولفتوش العشق لامك ما جيتش انت والقط تتعاشق تا وياه ما يبوسكش. انا جامي باسني قط، عندي قط جامي باسني، علاه يبوسني قط؟ انا ما نتبعش القطوط. نتوما الائمه تبعوا دراري تبعوا القطوط ديروا كلش هزب، كيفاش قط يبوسك من خدك تتقاعد بيا يا خو؟ تتقاعد بيا كيما يقولوا في العاصمه خاوتنا، قط يبوسك خو ني تمسخرش، ما تقاعدش كيما يقولوا في العاصمه، ما تقاعدش بينا مادام يبوس فيك انت راك تعتعد مسكينك تدلو في حوايج ماشي ملاح. قط ما منعش منك مازب، ما منعو معاكم ولاد صغار، ما منعو منكم والو، قطوطه ما منعوش منكم يازب. شوف هذا راه فوطا على تبون الخانز هذا وامثل ائمه الجزائر. شوف لا بالكش فيهم واحد امام ولا زوز رجاله، دوك نحتك بكل واش خرجوا يهضروا في شهر هذا الشهر الفاضي اللي يقولوا شهر الحسنات وشهر كذا، وهذا والله الا الشهر هذا اللي الاسلام بريء من هذا المخنز هذا، بريء من هذو اللي يدعون انهم مسلمين، بريء منهم. شوف من بان مشاكلنا تحل بيننا شخصي الاجنبي ولدرء خوض الامم في شؤون. قال لك كي لا يتدخل الرجل الاجنبي، وحنايا فرنسا حاكمه الجزائر من وذنها وتمشي فيها، فرنسا حاكمه الجزائر من وذنها وتمشي فيها، حاكمه الجنرالات لا غالب الجزائر، الجزائريين مساكن مغلوب على امرهم بسبب سكوتهم بسبب الرخص اللي راهم فيه. شوفوا شي